عنوان درسنا لهذا اليوم هو الدارة الكهربائية. الكهرباء عصب الحياة، فهي تغذي المعدات والأجهزة الكهربائية بالطاقة. سنتعرف في درسنا هذا على أولاً أجزاء الدارة الكهربائية وكيف تكون، ثانياً آثار التيار الكهربائي، ثالثاً تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى للطاقة، رابعاً ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل. على بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أجزاء الدارة الكهربائية وكيف تكون؟ نبدأ أولاً بأجزاء الدارة الكهربائية. ما هي أجزاء الدارة الكهربائية البسيطة؟ 1- الخلية الكهربائية منبع التيار الكهربائي. 2- المصباح جهاز كهربائي يستهلك الطاقة الكهربائية. 3- قاطعة كهربائية تغلق وتفتح الدارة الكهربائية. 4- أسلاك التوصيل، أسلاك ناقلة التيار الكهربائي من البطارية إلى المصباح. ثانياً، كيف تكون الدارة؟ حالة الدارة، للدارة حالتين، إما مفتوحة أو مغلقة. تكون الدارة مفتوحة كما في الفيديو الموضح أمامكم، أي أن القاطعة مفتوحة، يعني أن الأسلاك مفصولة عن بعضها داخل القاطعة، فلا تصل الكهرباء للمصباح، فلا يضيء المصباح، لأن الهواء غير ناقل للكهرباء، أي أن الهواء جسماً عازلاً للكهرباء. ثانياً، حالة الدارة مغلقة، أي تكون جميع أجزائها ناقلة التيار الكهربائي فيضيء المصباح. ما هما نوعا التيار الكهربائي؟ للتيار الكهربائي نوعان، التيار المتواصل كالتيار الناتج عن الخلايا الكهربائية كالبطاريات، التيار المتناوب وهو التيار المستخدم في المنازل وإنارة الشوارع. أنهينا الجزء الأول من الدرس، ننتقل الآن إلى الجزء الثاني. آثار التيار الكهربائي. نتعرف في هذا الجزء من الدرس على آثار التيار الكهربائي. ما هي آثار التيار الكهربائي؟ للتيار الكهربائي 3 آثار. 1- أثر حراري. 2- أثر مغناطيسي. 3- أثر كيميائي. أولاً، ما هو الأثر الحراري للتيار الكهربائي وبماذا نستفيد منه؟ للتيار الكهربائي أثر حراري نستفيد منه في بعض الأجهزة المنزلية التي نستخدمها. 1- أجهزة التسخين مثل المكواة الكهربائية، المدفأة الكهربائية. 2- المصباح الكهربائي ذو السلك المتوهج. 3- الفاصمة المنصهرة تستخدم لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف في حال حدوث مشاكل بالتيار الكهربائي. ثانياً، أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، ما هو الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي؟ وما هي التطبيقات العملية له؟ حتى نرى مثالاً عملياً على الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي، سنقوم بالتجربة البسيطة التالية.
نلف سلك كهرباء حول مسمار من الحديد، نصل طرفي السلك بقطبي خلية كهربائية أي بطارية. الآن إذا قمنا بتقريب المسمار من برادة الحديد، سيقوم المسمار بجذب البرادة، وبذلك نرى أن المسمار قد أصبح يعمل كالمغناطيس عند مرور التيار الكهربائي في السلك الملفوف حوله. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هل عرفت شيئا يستخدم فيه المغناطيس الكهربائي؟ من التطبيقات العملية للمغناطيس الكهربائي أنه يستخدم في الجرس الكهربائي كما في الصورة أمامكم. هات مثالا من عندك لاستخدام المغناطيس الكهربائي. ثالثاً، الأثر الكيميائي للتيار الكهربائي. لنتعرف على مثال عن الأثر الكيميائي للتيار الكهربائي، يمكن تجربة عملية تحليل الماء كهربائياً. وكما مر معنا في دروس سابقة أن الماء يتألف من غازي الهيدروجين والأكسجين. لتحليل الماء كهربائياً نستخدم وعاء فولتا، ونوصل لداخل الوعاء سلك سالب وسلك موجب من خلية كهربائية، ونملأ الوعاء بالماء، فنلاحظ أن غاز الهيدروجين يتجمع على المسار السالب المهبط، وغاز الأكسجين يتجمع على المسار الموجب المصعد، ويكون حجم غاز الهيدروجين مثلي حجم غاز الأكسجين. وجدنا من خلال هذا القسم من الدرس أن للتيار الكهربائي ثلاثة آثار، عددها معي: 1. الأثر الحراري. 2. الأثر المغناطيسي. 3. الأثر الكيميائي. ثالثاً، ما هي الأشكال الأخرى التي تتحول إليها الطاقة الكهربائية؟ 1. تتحول الطاقة الكهربائية في مصباح الجيب إلى طاقة ضوئية. 2. تتحول الطاقة الكهربائية في آلة الحلاقة إلى طاقة حركية. 3. تتحول الطاقة في المذياع إلى طاقة صوتية. ذكرنا فيما سبق أن مصدر الطاقة الكهربائية هو الخلايا الكهربائية. هل يا ترى يوجد مصادر أخرى للطاقة الكهربائية؟ بالطبع يوجد عدة مصادر للطاقة الكهربائية. المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية: تعد المولدات التي تعمل بالوقود أو التي تعمل بالطاقة الحركية مثل طاقة الرياح أو الطاقة الحركية للماء من أهم مصادر الطاقة، وكذلك يوجد مصدر هام آخر هو الطاقة الشمسية. اكتشف العلماء أن الأشعة الضوئية التي تصلنا من الشمس يمكن تحويلها إلى تيار كهربائي، وقاموا بتصميم أجهزة قادرة على امتصاص ضوء الشمس وتحويله إلى طاقة كهربائية. ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من الدرس، وهو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل. ماذا نعني بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؟ يعني ذلك الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية دون إسراف أو هدر. سئل مازن كيف نقوم بالحفاظ على الطاقة الكهربائية من الإسراف والهدر؟ تعالوا نقرأ معا ماذا أجاب مازن.
كان جواب مازن: عندما أدخل إلى المنزل أخفف من الإضاءة الزائدة، لا أترك المصابيح مضاءة نهارا، لا أترك المصابيح مضاءة في الأماكن غير المستعملة، أستعمل الأجهزة الكهربائية حسب الحاجة إليها، وخاصة الأجهزة التي تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية. أحاول الاستفادة من الطاقة الشمسية ما أمكن، سواء بالإنارة نهاراً أو بتسخين الماء باستخدام سخان الماء الشمسي. لا أترك الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز أو الحاسوب تعمل دون استخدامها. أستعمل مصابيح توفير الطاقة بدلاً من المصابيح العادية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، فكر أنت بطرق أخرى لتوفير الطاقة الكهربائية لتضيفها إلى جواب مازن. ابحث عزيزي الطالب في مصادرك عن نسبة توفير الطاقة الكهربائية عند استخدام مصابيح توفير الطاقة بدلاً من مصباح أديسون. هيا بنا عزيزي الطالب نثبت معلوماتنا ونستذكر معا ما هي الأشياء التي تعلمناها في هذا الدرس. تعلمنا أولا أن الدارة الكهربائية البسيطة تتألف من مولد للطاقة الكهربائية ومستهلك للطاقة الكهربائية وأسلاك توصيل. تعلمنا أيضا نوع التيار الكهربائي متواصل ومتناوب. تعلمنا أيضا تحليل الماء إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين في وعاء فولتا عند مروره بتيار كهربائي. تعلمنا كيف تتحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة. تتحول الطاقة الكهربائية في المصابيح إلى طاقة ضوئية، وتتحول الطاقة الكهربائية في المحركات إلى طاقة حركية، وتتحول أيضاً في أوعية التحليل إلى طاقة كيميائية. أخيراً أعزائي الطلاب والطالبات، علينا أن نتذكر دائماً أن علينا الالتزام بقواعد السلام لحمايتنا من الأخطار وحماية الأجهزة الكهربائية من التلف. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يعني الاستهلاك الأمثل لها. أعزائي الطلاب، قبل نهاية هذا الدرس انقلوا هذه الأسئلة إلى دفاتركم وأجيبوا عليها وحلوا تمارين الدرس. وأرجو لكم الإفادة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.